بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا: اتخذ الله ولدا سبحانه. وقلنا إن هذه الآية جاءت بعد أن تكلم عن حركة الحياة تحتاج إلى ليل وإلى نهار، إلى ليل يريح من الحركة وإلى نهار يكدح بعد الراحة. وقلنا إن الحركة المطلوبة يجملها المنهج الإلهي في افعل كذا ولا تفعل كذا، وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل فهو على الإباحة، إن شئت فعلته وإن شئت لم تفعل. ولتكون حركة الحياة حركة متماسكة متلازمة لا متعارضة ولا متناقضة، ينبغي أن يكون المحرك لهذه الحركة إله واحد. هذا الإله الواحد نصدر عنه جميعا، والصادر عن أمر واحد لا تعارض فيه، لكن إن صدرت الأوامر عن متعدد تعارضت حركة أناس، ده افعل وده لا يفعل، إذن تصطدم حركة الحياة. واصطدام حركة الحياة تبديد للطاقة وإفساد للصالح. لأجل أن يكون الأمر كذلك يجب أن يسلم الأمر كله لإله. هذا الإله منزه، منزه عن كل ما تعرفه من الأغيار، فله تنزيه في ذاته فلا ذات تشبه ذاته، ومنزه في صفاته فلا صفة تشبه صفته، ومنزه في أفعاله فلا فعل يشبه فعله. لنضمن هذه المسألة لازم يكون الإله واحد، لكن القوم لم يقولوا بذلك وجعلوا لله إيه؟ شركاء. واللي ما عملش شريك عمل ابن وولد. نقول الكلمة بتاعتكم اتخذ الله ولدا دي ترد عليكم، لأن معنى اتخذ الله ولدا معنى أن الولد جاء بعد أن وجدت ألوهية مستقلة، وبهذه الألوهية اتخذ الولد، زي ما قلنا اتخذ فلان بيتا، قبل ما يتخذ بيت كانت له إيه؟ له ذاتيته القادرة القاهرة الفاعلة، وبها اتخذ الولد. اتخذ ولدا، قلنا اتخاذ الولد ده المشركين يقولوا الملائكة بنات الله، وردنا عنهم وقلنا بقى لما ربنا يحب يتخذ هيجيب الجنس اللي انتوا بتكرهوه، بقى اللي انتوا بتكرهوه تودوه توزعوه على ربنا، تلك اذا قسمته ايه؟ تلك اذا قسمته ضيزه، ألكم الذكر وله الانثى، مساله مش واضحه. نيجي نقول له اتخاذ الولد الذي اراد ان يبني بيتا ولا اتخذ فلان بيتا، يبقى لابد قعد كده وقال انا محتاج لبيت، يبقى أول لاتخاذ الحاجة، والحاجة يبقى إذن الكمال مش فيه ذاتي، بل بده يجيب كمال من غيره، ولذلك حيجي في التسجيل يقول لك سبحانه هو الإيه؟ الغني. كلمة إيه؟ الغني يعني المستغنى، مستغنى عن إيه؟ عن معين كما تستعينون بأبنائكم. وافرض انك انت قوي على العمل وابنك قاعد كده بس، تبقى بتعده للايه؟ للحاجه، وتعتمد عليه. طب افرض انني قوي مش عارف مش عايز يعمل لي حاجه، يقول لك بقى يبقى امتداد ليك. ولذلك الشاعر هناك يقول: ابني يا انا بعدما اقضي، ابني يا انا بعدما ايه؟ ما يقول لك من لا ولد له لا ذكر له. كأن الإنسان لما علم أنه يموت لا محالة أراد أن يستمر في الحياة في مين؟ في ولده. ولذلك لما يجي له ولد يبقى إيه؟ مبسوط.
ليه ان جات له بنت ما يبقاش مبسوط؟ لان الولد هو اللي هيحمل الاسم، انما البنت هتحمل مين؟ هتحمل اسم ناس ثانيين، هتحمل اسم الزوج. يبقى الولد هو اللي بيعمل ايه؟ هو اللي بيحمل الايه؟ هو اللي ولما بقى يجي له حفيد يقول ده ضمن جيلين، يبقى ضمن ايه؟ يبقى ضمن جيلين. يبقى لما كان الانسان متيقنا بانه صائر الى الموت لا محاله، وهو مستمسك بالحياه ويبد يريد يعيش ولا يمكن ان يتم له ذلك، يقوم يبقى ولد يحمل ايه؟ يحمل اسم. لما يقول ولد يحمل اسمه يبقى، وبعدين يجي له ولد يبقى ضمن ايه؟ ان اسمه حي ايه؟ يبقى اذا اتخاذ الولد اما استعانه، والله غني عن الاستعانه، خلاص، اعتداد انت تعتد بمن يكون اقوى منك ولا اقوى من الله. طيب امتداد للحياه، الله ايه؟ هو الاول والاخر. يبقى اذا فكره اتخاذ الولد مش وارده على اي ايه؟ على اي لون من الالوان. يجي بعدين يقول لك ايه؟ قالوا اتخذ الله ولدا، يروح مرادفها بقوله ايه؟ سبحانه. كلمه سبحانه دي بقى بتقطع كل ايه؟ سبحانه ليه؟ قال لك لانه هو غني، هيجيب الايه الثانيه، غني عن اتخاذ الولد ده وغني عن كل حاجه. طيب على الاول كلمه سبحانه اي تنزيها له، والتنزيه ارتفاع بالمنزه عن مشاركة شيء له، لا في الذات ولا في الصفات ولا في الأفعال. فإذا ورد شيء هو لله وصف ولخلقه وصف، إياك أن تأخذ الصفة دي زي الصفة دي، يعني تقول الله الغني وتقول أنا قابلت فلان الغني، مش كده كده؟ طيب نقول له لا، لكن الوصف هنا ليه؟ قال لك لأن الغنى في الخلق عرض، وفي الله بذاته عرض. ليه؟ أم قال لك لأنه بكرة يبقى إيه؟ يبقى فقير. لو كان ذاته كان يبقى الغني يفضل إيه؟ يبقى غني. يبقى إذا وجد وصفه الله حي وأنت الآن حي، أحياتك كحياتك؟ دي حياة لا إيه؟ لم يسبقها عدم، وأنا حياتي سبقها عدم، وحياتي أنا يلحقها عدم، وحياته لا يلحقها عدم. الله موجود وأنت موجود الآن، نقوم نقول له لكن وجوده وجود ذاتي، ووجودك وجود عرض، اللي بالذات هو اللي ما يتخلفش، إنما العرض ممكن إيه؟ يمكن يتخلف. يقول سبحانه يعني نزه الله. فإذا قال مثلا الحق سبحانه وتعالى له يد، يد الله، وفلان له يد، تقول له زي ما هي ذاته مش زي ذاتك، وصفاته مش زي صفاتك، برضه يده مش زي يدك. له يد لا كالأيدي، يد تناسبه، يد ايه؟ يد تناسبه. انت ما تدخلش بقى في التفصيل، لانك لو دخلت في التفصيل واردت ان المصادر يتضح في ذهنك كده، يبقى الله قدر عليه، الله قدر عليه، ولا يمكن أن يكون القادر الأعلى مقدورا لأحد أبدا. ما ينفهمش ليه؟ ما ينعرفش عنه إلا اللي يقوله عن ذاته. ولذلك حين يتجلى الله لخلقه حيتجلى، يقول لك مش دي الصورة اللي كانت عندي، مش الصورة اللي كانت عندي، وده يقول مش الصورة اللي كانت عندي، لأن لو كانت الصورة اللي عنده يبقى إيه؟ يبقى قدر الذهن على إحاطتها، ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لأن ما خطر بالبال مقدور عليه لأنه خاطر، والله لا ينقلب مقدور. أنت لما تجيب مسألة حساب أو هندسة أو أي حاجة وتعطيها لولد ويأخذها ويحلها، معنى حلها يعني إيه؟ أن عقله قدر على المسألة. لكن لما ما يحلها شيء، جبت الولد في الإعدادية ولا في الثانوية تمرين هندسة بتاع كلية الهندسة، يوم يعمل إيه؟ ما يعرفش يحل، مش ما بقاش عقله قادر عليه. اذا لو ان الانسان ادرك شيئا عن الله غير ما قاله الله، يبقى ينقلب الاله مقدورا عليه، والقادر الاعلى لا ينقلب مقدورا للادنى ابدا. فبقول سبحانه يعني تنزيها له، كل شيء يخطر ببالك فنزه الله ايه؟ فنزه الله عنه. السبحانيه دي او التنزيه صفه
ذاتية في الله قبل أن يوجد شيء، صفة ثابتة، وبعدين خلق الخلق فيبتدي الخلق ينزهوه. يبقى السبحانية كانت موجودة لله قبل الايه؟ قبل الخلق ومشي وياه، فلما وجد خلق ابتدأ الخلق يسبح، ابتدأ الخلق ايه؟ يسبح. وبعدين هل سبح وانقضى ولا ويسبح؟ ويسبح. ولذلك تجد استهلالات القرآن في السور التنزيهية، مثلا يقول ايه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ليه؟ أم قال لك لأنك أنت اوعى تفتكر أن محمد سرى بالليل. من اللي أسرى؟ وما دام الله هو الذي أسرى، اوعى تقول المسافة والزمن وازاي راح في ليلة وازاي راح مش عارف، اوعى تقول الكلمة دي، لأن مش محمد اللي سرى. ما قالش محمد انني سريت من مكة للقدس، انما اسري به. الفعل لمين اذن؟ وما دام الفعل لله تقيسه انت بالزمن والمسافة، طب هنمشي وياك ونقيسه بالزمن والمسافة حسب قانون الحركة والنسبية. تعال وياك، انت اذا سرت من هنا الى الاسكندرية على القدم، سرت للاسكندرية تاخدها في قد ايه ان شاء الله؟ في يومين؟ في ثلاثة؟ طيب ركبت حمار، يبقى بده راحة كم مشوار؟ ثلاثة أيام. طب ركبت بغل جواد؟ يومين. طب ركبت سيارة؟ كم ساعة؟ طب ركبت طيارة؟ طب ركبت صاروخ؟ الله، إذا كل القوة ما تزيد كل الزمن ما يقل. فضك وإعدي نظرية النسبية، نظرية الحركة، كلما كثرت القوة قل مين؟ يعني القوة والزمن يتناسبان تناسبا عكسيا. فما دام القوة كل ما تزيد الزمن يقل، وانت ماشي غير وانت في الصاروخ، شوف الفرق قد ايه. طب اذا كان الذي اسرى هو الله، تبقى قوة من اللي اسرت؟ تبقى انسب الاسراء الى قوة القوة، ثم تجد لا زمن، تجد ايه؟ لا زمن. يبقى ساعة ما قال سبحان الذي أسرى، إياك أن تفهم أن إسراء الله كإسرائك أو كإسراء محمد أو كإسراء غيره، لأن الفعل إنما يأخذ قوته من الفاعل، وما دام الفاعل هو الله فانسب الفعل إلى الله، تطلع لا زمن، يطلع لا إيه. فما دام السبحانية لله استهل هذه الصورة في أدق شيء تكلم فيه رسول الله عن ذاته، في أنه صعد به إلى السماء، وبعدين صعد للسماء ودي عرج به في الأرض، أسري به في الأرض عشان يديله إعراج للسماء. ليه؟ أم قال لك لأنه إن ثبت أن الناموس قد خرق له فيما نعلم، فإذا حدثنا عما لا نعلم نقول نقيس ما لا نعلم على ما نعلم، تطلع صدق ولا مش صدق. سبحان يعني تنزيه، فإذا كانت السبحانية لله تنزيه لله أزلا قبل أن يخلق الخلق، احنا قلنا إن الحق سبحانه وتعالى قبل أن يطلب منا أن نشهد أنه إله واحد، هو شهد أنه إله واحد، شهد الله أنه لا إله إلا هو، وبعدين شهدت الملائكة وشهد النبيين وشهد أولي العلم. الله، كذلك السبحانية لله إمتى؟ قبل أن يوجد مسبح، ولما وجد مسبح بمجرد الوجود سبح. وهل سبح بمجرد الوجود؟ طب والذي يوجد الآن يسبح. فإذا كان الوجود كله السبحانية لله أزلا مش كده، وبعد ذلك حينما خلق أول خلق سبح لله، وحينما يتكرر الخلق كل يوم إيه؟ يسبح لله. يبقى من الباقي؟ يبقى أنت سبح. ولذلك تجد إن سور القرآن سبحان الذي أسرى دي جت الأول أزلية، وبعد ذلك خلق الخلق، فيجي في سورة الحديد يقول إيه؟ سبح لله ما في السماوات والأرض، سبح. ويجي في سورة الإيه؟ الحشر،
يقول سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ونحن عرفنا في الأرض وما في الأرض من اللي فاتت، مش كده؟ طب وهل سبح وانتهى؟ يعني قالها مرة كده وسكت؟ قال لك لا، يجي في سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس، ويجي في سورة التغاب يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الايه الحمد وهو على كل شيء ايه قدير. ما دام السبحانية لله أزلا، وسبح حين خلق سبحت السماوات وما في السماوات والأرض، وتسبح ويسبح السماوات والأرض، يبقى ما بقي أنت إلا أيها الإنسان فسبح اسم ربك الأعلى. خدها كده بالإيه، خدها بالترتيب كده. نعم. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، وعلة سبحانه إيه؟ هو الغني. واتخاذ الولد لا بد أن يكون عن حاجة، إما استعانة وإما اعتماد وإما اعتداد وإما امتداد، ودي كلها إيه؟ كلها باطلة. وله ما في السماوات، في آية تانية، في آية تانية إيه؟ برضو إيه؟ قالوا اتخذ الله ولد سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض. الآية دي كل له قانتون، كل له، ما هي كل له قانتين، هي معناه هو الغني. قد بعضها ولا لا؟ وديك ما في السماوات والأرض، ودي ما في السماوات وما، برضو على كلام اللي احنا ايه اللي احنا قلناه زمان. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. اهي كلمة الغني بقى دي تنفي كل ايه؟ له ما في السماوات وما في الأرض. إن عندكم من سلطان بهذا، إن عندكم يعني ما عندكم من سلطان بهذا، إن تأتي للنفس زي ما هن أمهات، ما هن أمهات، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، يعني ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. إن عندكم من سلطان بهذا، سلطان يعني إيه؟ سلطان يعني حجة. قولوا لنا حجة كده تدل على إن لله. الله. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ معنى أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ يا ريتكم بتقولوا على نفسكم، أنتوا بتقولوا على، بتقول على نفسك، قول اللي أنت عايز تقوله، إنما بتقول على الله؟ لا. ليه؟ قال لك لأنه لا إعلام عن الله إلا من الله. فيش حد يعلم عن ربه أبدا إلا إيه؟ هو اللي يعلم عن نفسه. نعم. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قل، ما دام بيقولوا ما لا يعلمون يبقى كذب ولا مش كذب؟ لأن احنا العلم قلنا ما العلم هو ايه؟ إدراك قضية مجزوم بها واقعة وعليها دليل. فإن اختل واحد من دول يبقى ماهوش ايه؟ يبقى مش علم. يبقى امال ايه؟ يبقى يا جهل يا افترى يا ظن يعني. قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. دائما تجد ان الحق حينما يتكلم عن الايمان وثمرته ونهايته يقول لك قد افلح من زكاها، قد افلح المؤمنون، اولئك هم المفلحون، كلها ماده الايه؟ الفلاح. دي كلها في الامور المعنويه. أم قال لك لكنها مأخوذة من الأمر الحسي المتصل بحياة الكائن الحي. إيه؟ قال لك لأن الكائن الحي ده مقوماته، مقومات وجوده احنا قلنا إيه هي؟ نفس ومية وطعام. نفس ومية وإيه؟ وطعام. نفس أهي العملية إياها دي من الهواء، والمية أهي من اللي بينزل من الإيه؟ من السماء، أو يستنبط مما تسرب في بطن الأرض على الأول. طب وإيه والطعام؟ إذن الطعام به قام حياتك. طعام ده جه منين؟ كل أصله من الأرض، كل أصله من الإيه؟ من الأرض. ما دام كل أصل من الأرض، يبقى الفلاحة اللي احنا نقول عليها فلاحة هي إيه؟ هي السبب الاستبقائي للحياة. فكما إنك أنت لما تفلح الأرض تشقها وتبذر فيها البذر وبعدين ترويها وتطلع لك الايه؟ الثمره، يقال افلح. يعني ايه؟
أنتجت الزراعة بتاعته، فجاب الحصيلة الإيمانية وخلاها إيه؟ فلاح. ولذلك قال لك الدنيا مزرعة الآخرة، الدنيا مزرعة. إن كنت عايز بقى ثمرة اوعى تفتكر إن الدنيا دي، إن الدين حينما يطلب منك شيئا من الدنيا أنه ينقص ما عندك، بل يريد أن ينمي لك ما عندك. وضربنا لذلك مثل الرجل الفلاح عايز يزرع مثلا فدان قمح، بيذهب إلى البيت عشان ياخد من المخزن مثلا أرداب بقمح، عشان يعمل إيه؟ عشان يعملوا تآمل. افرض ان في امراه حمقاء ولا مش عارفه اي حاجه، تقول له هتاخد القمح وتسيب العيال مش عارف ايه وتسيب العيال ايه، ده هو واخد القمح عشان يعمل ايه؟ هياخد اردب عشان يجيب لك 10 ولا 15. كذلك مطلوب منك في الدنيا لامر الله، مش عشان ننقص اللي عندك، نحن عايزين نزود الايه؟ نزود اللي عندك. يبقى كل الماده في امور النجاح في امر الدين بنسميها ايه؟ الفلاح، مأخوذة من ايه؟ من فلح الارض شقها وزرعها علشان تاخذ الايه؟ الثمرة. وكما انك تأخذ حظك من الثمرة على قدر حظك، على قدر حظك من التعب ومن العمل، فكذلك امر الايه؟ امر الاخرة وامر الدنيا. قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. طيب واحد بقى شاف راجل بياخد السباد على المطية ويوديه الغيط وتعبان ومعفر وعمال مش عارف ايه، وجاب المحرات وقعد يحرط، ودك قاعد على القهوة حاطط رجل على رجل يقول له هات هات شاي وهات لي هات كرسي دخان وهات مش عارف ايه وبتاع وحاجات ايه دي. هو في الوقت ده ما مش تعبان، مرتاح. انما تعالى بقى يوم الحصاد، بقى تعالى يوم ايه؟ الحصاد. اهو اللي ما يفلحش ده اللي كان قاعد حاطط رجله على رجل على القهوة، ودك اللي تعب هو ده اللي ايه؟ اللي خزن ووضب اموره. ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. يفترون على الله الكذب اي يقولون عن الله او في الله بغير علم من الله، لان كل ما يتعلق بالله لا يعلم الا من طريق مين؟ من طريق الله. طب وما الذي يحملهم على ان يفتروا الكذب؟ يفتر الكذب ده ايه اللي يحمله على هذا؟ ليه؟ أم قال لك كل حركة في الحياة لا بد أن يكون الدافع إليها نفعا، بس النظر في قيمة النفع، النظر في إيه؟ في قيمة النفع وما يترتب على هذا النفع. إحنا قلنا الولد الكسلان اللي صحوف من النوم ما يصحاش عشان يروح المدرسة، وان اغلظوا عليه وصحوه من النوم وصحي يخرج يتسكع في الشارع ولا يتسكع على قهوه ولا بتاعه، بيعمل كده ليه؟ هو بيحب نفسه وعايز يرتاح، واللي قام من بدري وصلى او غسل وشه ان كان غسل وكل وراء على مدرسته بكتب ومش عارف ايه وبتاعه وحاجات زي دي، برضه بيحب نفسه. ده بيحب نفسه وده بيحب ايه؟ لكن ده بيحب نفسه حب احمق، نظر إلى النفع الآن، إنما إيه هيجر ما نظرش. واللي تعب ده وقام ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي ما نظرش للنفع الآن، نظر للنفع الإيه بعد 5 6 سنين، ده يبقى إنسان له وجود في المجتمع وله كيان، وده يبقى صعلوك من صعاليك الحياة. يبقى إذن قيمة العمل على قدر النفع في وقته أم على قدر امتداد النفع منه وضخمته؟ على قدر امتداد النفع وإيه؟ وضخمته. الجبان الذي لا يخوض المعارك يقول لك بيحب نفسه، خايف يموت، خايف إيه؟ يموت. طب والشجاع اللي رمى نفسه في المعركة كده برضه بيحب نفسه عايز يموت، بس ده نظر إلى الشهادة وده نظر إلى الدنيا. يبقى النظرة للنفع هي اللي بتختلف ولا لا؟ أرى كلنا يبغي الحياة لنفسه حريصا عليها مستهاما بها صبا، فحب الجبان النفس أورده التقى، التقى الحرب خافية، وحب الشجاع النفس أورده الحرب. هنا بقى اللي بيخليهم يفتروا على الله الكذب ويخلصون ويقولوا لهم، أم قال لك في عملية انهيار الذات. انهيار الذات يعني إيه؟ الذات كلها وجود. افرض إن واحد مثلا
كان في القرية وعنده ثقافة صحية زي حلاق الصحة كده، وعامل فيها ايه؟ دكتور. كل حاجة فلان خلاص هو على قد الحكاية كده. وبعدين فيه ولد من الأولاد بتوع البلد يتعلم في الطب، وجيه بقى بالشهادة بتاعته، وجيه فتح العيادة ومش عارف. اللي يصيب اللي كان انهيار، اسمه انهيار نفسي. انهيار نفسي معناها انه تضاءل امام من لا يقدر على دفع، ما يقدرش يقول ده مش، ويقدر يقول على ما يقدرش. انما ان كان بقى، ان كان عاقل ان كان عاقل وفاهم كده، يقوم يروح تحت جناحه ويبقى تمرجي، ويقنع بانه يبقى تمرجي. وان كان تاخده العزه ان هو اللي كان مقصود وهو اللي متبوع وهو اللي مش عارف ايه، يقعد يعاند ويقعد يعمل مش عارف ايه. ليه؟ خاف على انهيار نفسه، انهيار النفس. لكن لو انه قدر المسائل التقدير المظبوط كما قال الله، انا كنت بعمل طبيب في ميام ما فيش طبيب، انما ده جيب طب كويس. طب وانا ليه انا ما ايه؟ اهي دي بقى عصابه الكفر ورؤساء الضلال حينما يفاجؤون برسول جاء هياخد السياده لمين؟ مش لنفسه، ده بياخدها لله. وهم كانت السياده دي عامله لهم ايه؟ عامله لهم المكانه والوجاهه والشأن والعظمه، يقوم يصابوا بانهيار نفس، يقوم يتمسكوا بالنفس ويحاربوا اللي جاي جديد ده. علشان ايه؟ السلطه الزمنيه. عشان ايه؟ السلطه الزمنيه. فهم يجوا لك بقى ده جاي. طب مثلا النبي عليه الصلاه والسلام اذا لما ذهب الى المدينه، مش كان في الليله اللي راح فيها دي هيعقدوا التاج عشان يملك كعب عبد الله بن ابي يبقى ملك. فلما دخل الرسول بقى في الهجره بطلت الحكايه دي. الراجل انهار، انهيار النفس ده مش غايه ما رضيش يتطامن فيه لياخذ اضعاف ما كان ياخذه لو صار ملكا، بانه يكون سابق الى الاسلام ويكون من المقربين الى رسول الله. فانهيار النفس خلاه يعمل ايه؟ يعادي برضه، ما قدرش او يستمر في العداء، فامن نفاقا انما ظل ايه. يبقى اذا اللي بيخليهم يقفوا اللي هم قاده الضلال وائمه الكفر بيقفوا من كل دعوه ليه؟ قال لك شوف القران بقى بيقول ايه. قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. طب ويفتروا على الله الكذب ليه؟ بيعملوا ايه؟ المتاع في الدنيا متاع. يبقى اللي حملهم على كذا على هذا ايه؟ متاع الدنيا. متاع الدنيا اللي هو ايه؟ السلطة الزمنية التي كانت لهم، وهم مشفقون وخائفون ان يجيء الرسول ليسوي بينهم وبين من كانوا لهم ايه؟ بين من كانوا لهم سادة. تقول سادة؟ اقول لك لا. يبقى اذا لازم يقف امام ايه؟ امام هذه الايه؟ الدعوة. متاع في الدنيا، مش قال متاع بس، متاع وفي الدنيا. والى لقاء اخر ان شاء الله.